لا تفكروا كثيراً، هو بالفعل كما تظنون. جرذ عملاق صوره أحد السياح تحت أبرز معالم أوروبا جمالاً وسحراً. برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس التي تعاني من غزو الجرذان، حتى إن أحدها دخل في معطف هذه السيدة خلال مقابلة تلفزيونية. في فيلم رسوم متحركة راتاتوي أو الفأر الطباخ والحائز على جائزة أوسكار، تقترب الفئران كثيراً من البشر، حتى إنها تبتكر وصفة طعام تلقى إعجاب الجميع. وربما هذا ما قصدته رئيسة بلدية باريس التي أثارت موجة جدل كبيرة عندما قالت إن الحل لانتشار الجرذان هو التعايش معها. لدي مقترح لتشكيل لجنة لاستكشاف ما إذا كان ينبغي على المواطنين في العاصمة باريس أن يتعلموا التعايش السلمي إلى جانب الفئران بدلاً من محاولة القضاء عليها. سنضع موقعاً إلكترونياً لمساعدة السكان على القيام ببعض التقنيات بخصوص ذلك، لننظر إلى نيويورك وكيف يتم التعامل مع الأمر. يعيش في باريس عاصمة الجمال والموضة والأنوار مليون إنسان ونحو 5 ملايين جرذ، باتت تشكل هاجساً يومياً للسكان، لا سيما عندما يتذكرون أنها كانت سبباً في الطاعون الأسود الذي ضرب أوروبا في القرن 14 وقتل ثلث سكانها في بضعة أعوام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.